إذن صباح الخير وصباح النور مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل الصباحي المباشر صبيحة اليوم الجمعة، جمعة مباركة تقول عليكم الصحة والسلامة وباش متمنيتم إن شاء الله. أجواء باردة و غيوم كثيفة تغطي سماء المنطقة هنا نواحي بن سليمان. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوفتي، والصورة توضح ذلك. إذن مرة أخرى صباح الخير وصباح النور مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر الصباحي من يوم الجمعة، جمعة مباركة. أدخل عليكم الصحة والسلامة باش متمنيتو إن شاء الله. أجواء غائمة وبرد قارس يعم المكان صبيحة اليوم الجمعة، والصورة أمامكم. غيوم كثيفة، نتمناو إن شاء الله أمطار الخير تواصل ويكون موسم فلاحي متميز بإذن الله.
دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفا، صباحكم سعيد ومرحبا بكم في هذا الصباح، صباحة اليوم الجمعة، جمعة مباركة تخرج لكم بالصحة والسلامة، حيث الأجواء غائمة وبرد قارس هذا الأثناء، غيوم كثيفة تغطي سماء المنطقة كما تلاحظون في الصورة. أتمنى إن شاء الله هذه الغيوم تعطينا أمطار الخير بحول الله. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفا، قد يألم ودعكم، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.